برجك بالصحة. برجك بالصحة. صباحكم مزيان بالصحة مليان. أي عدل الموجة شوية وركز لي مع برجك في هالصبحية. الحمل. تنجم تميل أكثر للتركيز على علاقاتك الاجتماعية مع الأقارب ولا الأصدقاء والزملاء ولا الجيران يا حمل. الثور. ما تخليش روحك تشعر بالضيق مهما زادت الضغوط عليك. كل ما عليك إنه ما تتوترش وتتحلى بالصبر، باش هكا تنجم تتعامل مع الضغوطات بشكل كبير. وما تضيعش وقتك يا ثور. الجوزاء. نهار ملائم باش تتخذ القرارات المصيرية الحاسمة اللي تنجم تكون خممت فيها عندك مديدة في أمور معقدة. عوض علي فاتك وسعد الناس اللي أنتغي بيك. تنجم تضطر باش تقدم بعض التنازلات حتى تنجم العلاقة تستقر وتتحسن الأوضاع العاطفية يا جوزاء. السرطان. كان عندك فكرة ولا رأي ولا حل المشكلة، اليوم نهير يخليك تعبر على رأيك بأكثر أريحية وهكا تتحل قدامك البيبان الكل إن شاء الله يا سرطان. الأسد. نهير نجم يكون مزيان برشا كان قمت بما هو مطلوب منك. نجم تكون عندك طاقة ورغبة مرتفعة وقوية في النجاح والتفوق. أعمل اللي عليك والباقي على ربي يا سيد. العذراء. تنجم تحس بشوية ضيق من كثرة الأعمال وهكا تزيد الاتصالات والانتقالات في الخدمة. خليك مركز على اللي تحب توصله وبقدرة ربي الهدف قريب يا عذراء. الميزان. حاول تحكم أكثر في المزاج اللي عندك بما أنه اليوم تنجم تكون مزاجي أكثر من المعطيات. نقص شوية من الحساسية الزايدة خاصة في البلاصة اللي تخدم فيها وبهكا تكون الأمور بأكثر سلاسة والمساج يكون واضح يا ميزان. العقرب. ما تخليش أمورك عالقة وخدمتك ماهيش كاملة. تنجم تحس اللي شوية الظروف ولا الأحداث ضدك، أما من بعد تنجم تكتشف اللي هي كانت في مصلحتك. مش لازم تتوتر وخليك ديما صابر يا عقرب. القوس. وقيد أنه تعمل إعادة تقييم لوضعك العاطفي وتحاول تدخل شوية تغييرات على حياتك وعلى علاقاتك بشكل عام، وبهكا البال يقعد مرتاح يا قوس. الجدي. خليك ملتزم وتخلي انطباع إيجابي، وبهكا ما تخلفش القوانين ولا النظام ولا التعليمات ولا الإرشادات وتقعد ديما تقوم بالمطلوب يا جدي. الدلو. عندك رغبة كبيرة ليامات بشوية ترفيه باش هكا تتخلص من الضغوطات وتعاود تشحن الطاقة اللي عندك، وبهكا تنجم تسعى باش تقابل شوية الأصحاب ولا تمشي في رحلة مع الفامي. وماذا بيك زادة تحاول تتقيد بقواعد الصحة يا دلو. الحوت. تنجم تعالج موضوع مالي مع واحد من الأقرباء منك ولا مع شريك حياتك واللي تنجم تصير من خلاله شوية مشاحنات. لهنا انت دورك انه تتحلى اكثر بوسع البال وتعرف كيفاش تحل المشاحنات يا حوت. هذا برجكم بالصحة لليوم. نور تقولكم ان شاء الله صبحكم بنين وبكل طاقة وفيتامين. برجك بالصحة. برجك بالصحة.